بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. متابعي الأعزاء إنما كنتم في فيديو جديد مهم للغاية لمن هو مهتم طبيعي جدا، فأقول لكم عن سؤال يطرحه ناس كثيرون: هل تتحقق الرؤية إذا فسرت غلط؟ أقول لك أنا جواب صريح: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المؤمن بقضاء الله، المؤمن بقدر الله خيره وشره، مع أن الشر لا يأتي من عند الله فيأتينا من أنفسنا، وهذا يعني في حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصابتك حسنة فهي من الله، وإن أصابتك سيئة فهي من نفسك. أعود: المؤمن بقضاء الله وقدره ويشكر الله في السراء والضراء لن يصيبه لا تفسير غلط ولا تفسير مخيف ولا غيرها. سأشرح لكم الموضوع إخوان الكرام لأبسط لكم الموضوع. نحن في زمن ليس كالأزمنة التي مضت، لا يأتي زمن إلا والذي بعده أشر منه، فكثر التضييق على المسلمين وكثر الخنق وكثر يعني عدم قول كلمة الحق، وكثر عفوا حب المال وحب الشهوات، وكثر الدجل والشعوذة، وكثر النفاق، وكثر يعني الجهل عم الجهل وقل العلم. فلهذا إخواني الكرام يتساءل البعض: هل إذا فسرت رؤيتي غلط هل أو فسرت لي بالخطأ هل ستقع؟ لا، أقول لك: لن يقع لك إلا ما كتبه الله لك. أعيدها: لن يقع لك إلا ما قدره الله لك، لا تخف من شيء. الآن متى سيقع؟ سأقول لك، شوف كيف سأغير بك الموضوع مباشرة. متى سيقع ومتى لا يقع؟ متى لا يقع إخواني الكرام؟ أولا أفضل عندما أنت تفعل شيء بجهالة، عندما أنت تفعل سوء بجهالة، عندما أنت مثلا لا أحد حدثك في الأبراج أو غيرها، أو حدثك في أن هذا شخص منافق أو غيره أو كاذب، وفعلتها بسوء ووقع لك هذا الأمر وخفت من تفسيره أو خفت من تأويله وقلت الحمد لله على نعم، دفع الله ما كان أعظم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا ربي وعد. تشكر الله حتى في الصدراء وفي الضراء أيضا، فيبعث ويبعد عنك كل هذا الأذى، يبعث ملك يبعد عنك كل هذا الأذى بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا إخواني الكرام، متى يقع لك؟ يقع لك عندما تشتت أفكارك، عندما لا تميز، عندما لا تعرف، عندما يكون قلبك تائه، عندما تكون أعمى عن آيات الله. تكون بصير لكن أعمى عن آيات الله، ولا تميز بين الصواب والخطأ، بينما لا تميز بين الصحيح ومن هو صحيح عفوا ومن هو خاطئ، بين من هو يحب لك الخير فعلا ويخاف الله ويتق الله فيك، بين آخر لا يتق الله فيك، همه إلا المال والفلوس وجمعها ثم تركها ومغادرة هذه الدنيا. ونصيحتي إليهم هؤلاء الفئة من البشر أن في تذكير، ولو تذكروهم لن يتذكروا لأن قلوبهم عمت. الكفن ليس له جيوب والقبر ليس له أقجار أو ليس له جيوب أيضا. هذه ينساها كثير من الناس، فجمع المال وحب الأموال وحب الشهوات من الدنيا هي غريزة، مرض أخطر من أخطر الأمراض الموجودة في عصرنا إخواني الكرام. إذن إخواني الكرام، من كان لله مطيعا، من كان لله حنيفا، من كان لله مقربا، فإن الله سييسر له، فإن الله سيدله على من سيعمل معه الخير، فإن الله سيدله على من سيعينه على عمله، فإن الله سيدله على من سيفسر له رؤياه بصدق. فليس إلا الرؤية فقط، ونحن يعني ناس للأسف أصبحنا نعيش على الأحلام أكثر من واقعنا. ننتظر الله أراك فاسعى، الله وعدك فاسعى، لا تبقى مكتوف الأيدي وتنتظر. ولا يعني عندنا عقيدة، نحن نحاول أن نندمج، أنا واحد من الناس أحاول أن أندمج فيها معكم، لأن يتكلم معكم بصراحة إخوان الكرام، فأحاول أن أندمج. يقول لك عندي تعطيل في الرزق، ربي هو الذي رزقك، فكيف يعطيك التعطيل في الرزق؟ التعطيل منك أنت، التعطيل منك أنت أخي أو أختي، التعطيل من أنك فشلت في أول المعركة، التعطيل أنك تلقيت خيبة أمل فلم تصبر ولم تحتسب لله، التعطيل أنك خيرت شخصا على ربك سبحانه وتعالى، يعني أحببت شخصا على أكثر من ربك، التعطيل على أنك أحببت الدنيا أكثر من الآخرة، يعني التعطيل يأتي عندما
يعني مثلا تشكك في الآخرة، التعطيل عندما تشكك في قدرة الله، تقولها كيف سيعطيني الله، كيف سيرزقني وهو خير الرازقين. التعطيل عندما تقع في أول يعني مصيبة لا قدر الله فتقلق بسرعة وتمل وتفكر في الموت وتفكر في الانتحار، هذا هو التعطيل إخواني الكرام. لا يوجد شيء اسمه تعطيل، لا يوجد شيء اسمه يعني أذى. في سحر، في عين، في حسد أن حذرنا الله منها، في أشياء توقف لك حالك، لكن أنت في معركة. وتعلمون إخواني الكرام كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فكذلك نحن إخواني الكرام في معركة في هذه الحياة وفي هذا الزمن الذي ظهرت فيه كل العلامة الصغرى تقريبا. فلماذا يعني إنسان متمسك بالدنيا وتارك لآخرته؟ أنا من باب النصيحة أنصحكم إخواني الكرام، إذا أنت كنت مع الله سيدلك على من سيفسر لك بصراحة وبصحيح، سيدلك الله على من سيشغلك ولا يأكل عرقك، سيدلك الله على من تتزوجه ومن تتزوجينه ولن يخونك ويصونك، سيدلك الله على من سيعطيك أكلا محبة ليس فيه سحر، سيدلك الله على كل خير يعني تعمل في حياتك، سيصبح بصرك ويدك ورجلك وقلبك وروحك كلها بأمر الله تمشي. لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.